وعندي ليكي خبر، الدكتور خضر مدير القناه الدكتور محمد خضر عايز يعرض عليكي ان احنا نعمل كلام تاني مع منار بدني، يعني يتعاقد معاكي ويرفدني. ايه رايك؟ هو عايز يعمل كده صدقيني، هو عايز يرفدني. بس هو بلغني قال لي منار بعد الحلقه هتعاقد معاه وهنسميه كلام تاني مع منار خير. وعلى فكره هيبقى احلى كلام. ربنا يخليك يا رب. طيب اختمنا بحاجه كده من الشعر اللي انت بتكتبيه عشان انا معجبه بيه قوي. ميرسي. انا هقول لكم النهارده شعر اسمه ايام ورا ايام، ويا رب يعجبكم، هو من تاليفي بس يا رب يعجبكم. يعني بيقول: ايام ورا ايام صابرين على حلمنا، بالضحك بالاحلام بندوس على ياسنا، ننسى الجراح والاه مع طلعه شمسنا، ونقول بكره قريب ونصبر نفسنا، لما نشوف شجره طرح زهور ترقص وصلها يزقزق العصفور، عصفور ولو تعرف حياته تحسده، واللي فقد منا الامل راح يوجده، كروان جريح كروان جريح طاير في وسط الريح، وفي وسط جرحه يضمنا بالحانه، يسحر قلوبنا بغنوته الحلوه، ويشوف فرحنا ينسى احزانه، ياللي تقول ان الحياه خلصت، ان القلوب زي الزهور دبلت، اوعى تخلي الحزن موالك، كل القلوب اللي في هنا تعبت، لكن شباب الحب قواها، عالصعب داست عالألم قدرت، قدرت بصرخة تقول انا هكمل، مهما يكون الصعب هتحمل، ولما حققت الخيال قالت يلا نجيب العمر من الاول، يا عيني علم عندهوش احلام، ولا تعجبوش لا ورود ولا انغام، عطشان يا نيل عطشان يا نيل اسقيه يا نبع الحب، خليه يشوف دنيتنا دي بالقلب، مستنيينك مستنيينك يا ربيع ترجع، انت وطيورك والزهور تطلع، علشان نجدد تاني احلامنا، اوصيك امانة عليك اوام ترجع. منار. نعم. انت لو ما دخلتيش اعلام انا هعمل ثوره في المجتمع، تدخلي اعلام، انت لازم تدخلي اعلام. وان شاء الله ان شاء الله هذه المؤسسه مؤسسه دريم تظل مستمره وتبقي معانا في دريم، تبقي معانا يا منار في دريم. فخوره بيكي جدا جدا، ومتمسكين زيك بالحلم، ومتمسكين بالامل، حتى لو كان الحلم صغير، في ناس احلامها صغيره وفي ناس احلامها كبيره.